السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا مع بعض طبق الكرعين بالحمص اولا الهرقمه. نتمنى انه الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا واحد جوج ديال الكرعين نتاع العجل، ونحتاجو واحد البصله المتوسطه اللي قطعتها على هذا الشكل. عندي واحد الكميه ديال الحمص ضروري خصو يكون مرطب من قبل. بالنسبه للتوابل نحتاجو معلقه صغيره عامره تاع سكينجبير، زنجبيل، معلقه صغيره نتاع فلفل حمراء، الفلفل الاحمر، نصف معلقه نتاع الفلفل الاسود، ونصف معلقه نتاع الخرقوم، كركم، والملح. وعندي هنايا واحد 3 ديال الفصوص نتاع الثومه اللي حكيتها. وبطبيعه الحال غادي نحتاجو زيت الزيتون، ما غاديش نكثروا، غادي نحتاجو غير ربع معالق كبار، لحقاش الكرعين نتاع العجل ديجا هما ميدمين. انا هادو غسلتهم ونقيتهم، بغيت غير نوريكم الكرعين تاع العجل، واخا تجيبوهم يكونوا ديجا هما منقينهم وكلشي، يعني غير غادي تغسلوهم، ولكن ضروري حنا ننقيوهم بهذا الشكل باش تنقلع هذا القشر. هاد الكحوليه هذه هي اللي كتخلي لنا المرق يطلق لنا المذاق نتاع المروره، فمن الاحسن انكم تكرطوا على هذا الشكل عاد تغسلوه. انا كنبغي نوضح بالنسبه للمبتدئات، فكلهم كانوا عندي بهذا الشكل ونقيتهم عاد غسلتهم. نمروا للطريقه نتاع التحضير. الطريقه نتاع التحضير غادي نحطوا هاد الكرعين هادو، ما نحطوهمش على هاد الجهه باش ماشي يذوب لنا في الساعه، نحطوهم على العظم على هاد الشكل، وحطوهم على الجهه الكبيره. عندهم جهه صغيره وجهه كبيره، نحطوهم على الجهه الكبيره. لهذا الشكل غادي نضيفو كيما قلت لكم واحد ربع معالق نتاع الزيت، من الافضل الاحسن انها تكون زيت الزيتون. صافي، ما نكثروش زيت الزيتون لحقاش الكرعين فيهم اللذاذ. نضيفو عليهم البصل، اللي بغى يضيف القزبر والمعدنوس يضيفو، انا ما كنبغيش الصراحه نضيفو، هذه هي طريقتي، كنبغي نحافظ على اللذه ديال الكرعين. نضيفو التوابل، ثوم، نضيفو الحمص، وغادي نضيفو الماء اللي غليتو من قبل. ضروري الماء خصو يكون فايت شويه الكرعين باش ما نبقاوش كل مره نحتاجو نضيفو الماء نضيفو الماء، من الاول اننا نديرو الماء اللي غادي يطيب لنا فيه. الكرعين ما خصناش نقليوهم، ماشي كيما اللحم، نحطو كلشي خطره وحده. البنات انا نسيت معلقه صغيره ديال الكمون، نسيت باش نضيفها مع المقادير، انا غادي نضيفها في هذا الاثناء. نتوما ضيفوها في الاول مع العطريه، وغادي نبلعو على الكوكوت ديالنا. من بعد ما الكرعين طابوا لنا والحمص والمرق حتى هو، اللي بغى يزيد ينشفوا اكثر يقدر يزيد، المهم المرق على حسب الرغبه نتاع كل واحد. شوفوا كيفاش كيجي داك المرق ديالهم، كيجي خاطر.
غادي نمروا باش نقدموه في صحن التقديم. البنات الطبق ديالنا وجد، يجي على هذا الشكل كما راكم تلاحظوا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. حتى بالنسبه للكرعين شوفوا لاحظوا طايبين. وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.